ميكسو امباكي، ميكسو امباكي يعني ها انت بمثابة عبد لي او خادم لي اكتر، يعني خادم يا باك خادم. فميك سو امباكي يعني انظر، او هي ميك معناها انظر، بص اهو، ها انظر اهو. هي كانت ماك العين دي وقعت مع الزمن فبقت ميك، اي لغة بيقع فيها حروف مع الزمن. فميك يعني اهو، سو الثه والواو، انت مكسوها انت، ام يعني كخادم بمثابة خابت، فاك دي معناها بمثابة، با علامة البا، وبعدين كاف يبقى باك، يبقى باك يعني خادم بمثابة خادم. اي خادم طبعا ده سوري الاول ده المخصص بتاع الخادم انسان، وبعدين اي انا خلاص. فمك بص انت، مأثو اللي هي انت، ام بمثابة باك، كل دي باك يعني خادم، اي بتاعي انا خادمي، ها أنت بمثابة خادمي. ميكسو إمباك إي يعني ها أنت بمثابة خادمي.